يكسر عامل الإغاثة الباب بكل ما أوتي من قوة، ففي الداخل قلب ينبض وحس يسمع، ويخرج لاحقاً كلباً هارباً فيه من قدره الذي كان محتوماً. استشعر هذا الكلب الزلزال بالتأكيد، ولكن الوقت لم يحالفه في الهرب من بقايا غرفة حكم عليها الزلزال أن تغدو سجناً انفرادياً له لأيام وأن يعذب بالوحدة. كلبان خرجا من تحت الأنقاض بعد 6 أيام من وقوع الزلزال، وكان أحدهما متردداً في ترك جثة صاحبه. يبكي الرجل من شدة الغبطة، ويعانقه كلب الحراسة هذا رداً للجميل، فما جزاء الوفاء إلا الوفاء. أنشئت مستشفيات ميدانية في 4 مدن لرعاية الحيوانات الأليفة التي لا زالت على قيد الحياة. يقود العامل والكلب في المقعد الخلفي متوجهاً لتسليمه لمتطوعين من اتحاد حقوق الحيوان التركي الذين يعملون بإنقاذ الحيوانات من تحت الأنقاض وإطعامها وإيوائها. داخل كل قفص هنا حكاية لحيوان أليف شاهد هول الزلزال وهو عاجز عن التعبير، إلا أن عيونهم الحزينة تروي القصة بكل غبارها وانهياراتها. هلال علي، الحدث.